الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عن أبي نجيح العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرست منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية زاد: وكل بدعة في النار. رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي. تكلمنا عن الصحابي أبي نجيح العرباض بن سارية، وذكرت لكم في الأسبوع الماضي قصة نسيت أنا أو يعني خلطت بين صحابيين، القصة عن كعب بن عجرة اللي أنا ذكرتها. أما العرباض فله قصص متابعة، لكن المرة هنتكلم عن معنى الحديث بسرعة علشان ننتهي منه، ولنا مع أبي نجيح موقف آخر. الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرص لموعظة المؤمنين، ليس في الجمعة فقط ولكن في الجمعة وفي غيرها. كما قال الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مفاتة التآمة، يعني مش باستمرار يقول لنا اتقوا الله اتقوا الله واتقوا جهنم اتقوا الله واتحقوا عن الجنة، باستمرار مثل ما واحد مثلا صديقه او واحدة بشكل كل ما تتكلم اتقوا الله اتقوا الله فيكره الناس في الاسلوب، ويصبح التقوى كابوس ويصبح الدين مشقة، لانه بيحرمه من انه حتى يتنفس في جو فيه بحبحة الى اخره. فالرسول عليه السلام كان كل فترة يلقي عليهم موعظة مخافة السئام. فهنا نفس الموضوع، فبيقول في مرة اشتد في موعظته حتى خافت القلوب وذرفت العيون، يعني بكت العيون، فطلبنا منه أن يوصينا، يعني أن يذكر لنا موعظة فيها خلاصة ما ينفعنا بعد موته عليه الصلاة والسلام أو بعد فراقه لنا، أي نوع من أنواع الفراق. فقال: أوصيكم بتقوى الله، وهذا خاص فيما بينهم وبين أنفسهم، والسمع والطاعة، وهذا خاص فيما بينهم وبين الأمراء. والأمراء في القرآن وفي الحديث هذا اللفظ يطلق على صنفين: على الحكام وعلى العلماء الذين يقومون بأمر الدين أمرا ونهيا وإرشادا، خصوصا إذا كان العلماء يقومون بالحسبة، يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمر الحاكم، فيصبح العالم أميرا أيضا من ناحية
ان عالم ومن ناحيه انه ولي امر، فيقول عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه، يعني لمن تولى عليكم. وعرفنا ان السمع والطاعه في غير معصيه الله. وان تامر عليكم عبد حدثكم، عبد يعني انسان مملوك، وحدثي يعني حتى لم يكن عربيا لكن جيء به وامر عليكم، عليكم ان تسمعوا وتطيعوا. ثم تنبأ بامور ستحدث في المستقبل، فقال وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا في الامه، اختلافا ينظر الى العقائد، واختلافا ينظر الى الاصول في العبادات، وانخلافا ينظر الى الفروع الى اخره. طيب فماذا نعمل؟ قال فعليكم بسنتي، يعني بطريقتنا، ابحثوا عنها والتزموها. سنتك وحدك ثبت بالقرآن ان هناك من العلماء من يتولون استنباط الاحكام من القرآن والسنة. فهل يقول الناس نأخذ بالسنة ولا نأخذ بكلام العلماء في اجتهادهم في الأمور التي لم تأتي في كتاب ولا سنة؟ يبقى لا نأخذ بها، كيف؟ والحديث واضح وصريح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. فضرب على صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ويرضى. يبقى هذا قد يعتبر واضح كأنه حيجتهد. واجتهد الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد العلماء من بعد الخلفاء. فهل هذه الثروة العلمية كلها نضرب بها عرض الحائط ونقول لا نريدها كما يقول المغفلون والمضللون؟ يبقى غلط. يبقى احنا أما افتقدت عناصر حياتها، وهذا خطأ كبير. طيب ما في داعي للكلام أكثر في موضوع مهم بالتكلفة يحتاج إلى وقت طويل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني اشتدوا في التمسك بها. وإياكم، احذروا محدثات الأمور، احذروا البدع، سواء أكانت البدعة في العقيدة وهي شر بدعة وقد تؤدي إلى الكفر، أم كانت البدعة في العبادة وهي شر أيضا وقد تؤدي إلى بطلان العبادة. وعلى كل، فالبدع في الدين إن لم تبطل العبادة أبطلت ثوابها. فقد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمل عملا ليس لهذا العمل أصل من كتاب ولا سنة فهو مردود على صاحبه لا يقبله الله تعالى. عليكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل شيء يحدث في الدين. فرق بين الحدث في الدنيا
وهذا لا شيء في الدنيا بتتغير وتتكرر مليون مرة. في اليوم الواحد بتحصل تطورات في أمور الدنيا وتغيرات في أمورها وفي معاييسها وفي عمارتها وفي أسلوب حياتها وفي تقاليد الناس فيها. كل ما تصل بأمور الدنيا الاختراع فيه ممدوح إن كان نافعا، أما الاختراع الضار فهو الاختراع في الدين، الاختراع احداث امر في الدين. حضرتك تقول انا على مزاج يا فندم نفسي اعمل كده، تعمل ازاي؟ قال والله انا عاوز اصلي المغرب 3 ركعات انا هخليها 4، يبقى ايه؟ طيب الاذان حي على الصلاه، حي على الفلاح، يزودها حي على خير العمل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نزودها وأشهد أن عليا ولي الله، وما فيش ولي غير علي، الأمة كلها ما فيهاش ولا ولي. طيب ما القرآن قال ألا إن أولياء الله، لم يقل ولي واحد. ثم نقول وأشهد أن في الأمة أولياء لله، ثم الأذان جوارب عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ناخده كما جاء وكما ورد ولا نبتدع ونخترع؟ يبقى في حاجات كتيرة لدرجة ان في علماء ألفوا في البدع تأليف معينة عليكم ان تقرؤوها في الواقع، واحنا نحاول نشوف لكم كتاب في البدع علشان تقدروا تدركوا بعضها، ونرجو ان احنا نوفق اليه. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة يعني إيه؟ يعني صاحب البدعة ضال، لغاية كده بيبقى كويس. وكل ضلالة في النار، يعني إيه؟ وكل صاحب بدعة في النار. هنا بقى العلماء لهم بقى، يعني صاحب اي بدعة تدخل النار يعني مش معقول كل بدعة تدخل النار. فتفرض واحد بيأذن الاذان وبعد ما خلص الاذان وقف على الاذان وقال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وكان حسن صوته حلو بقى ونازل ايه بس، الصلاة والسلام عليك يا احسن خلق الله، يا كحيل العين، يا جميلا يا رسول الله. انت عارف الشغل بتاع زمان ده، ما فيش كان وش فكروا في النبي لانه كحيل العين وحلو قلت واحنا بنغسله. فهل هذا الرجل فوق المئذنة وبيقول السلام اقول له انت داخل فيها جهنم؟ صحيح دي مكروهة، مكروهة رفع الصوت بها، لكن السنة ان احنا كلنا لما نسمع الاذان نصلي على النبي بعده عليه الصلاة والسلام. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. لكن الكيفية دي هي مثلا اللي بتبقى غلط. قراءة سورة الكهف مثلا بصوت مرتفع يوم الجمعة في المساجد مع التصويت على المصلين بدعة مكروهة والفتاوى بها موجودة. طيب القارئ ده نقول له هتخش جهنم؟ بقى بيبقى قرآن، لما اللي بيقرا قران وبيقرا ربنا يخش جهنم، امال اللي في الخماره يعمل ايه؟ فلما ببساطه كده ندخل نفسنا جهنم، انا اقول لك ان ما من انسان نادر من المسلمين من لا يقع في بدعه مكروه. اذا كل المسلمين جرهم ودخلهم جهنم. يا راجل حرام عليك كفايه بقى. يبقى لغاية كده اكتفينا. موضوعنا احنا عاوزين الحقيقة نختم ما يتصل بالخلافة والإمارة والحكم في الإسلام أو سياسة الحكم في الإسلام. احنا عرفنا ان الخليفة أو الحاكم في الإسلام الأمة هي التي تختاره، وتختاره عن طريق أهل الحل والعقل، يعني مثل مجلس الأمة. وإذا كان الأمة هي التي تختاره، إذن الإسلام الأمة في الإسلام هي مصدر السلطة، هي مصدر السلطة.
طيب في الإسلام الأمة لما تختار هي برضو لها حق العزل من حاكم إذا فسق وجار وظلم وبعد عن خط الدين وقط الحق. إذن هذا أصبح مقرر عندنا، عرفنا شروط الحاكم وعرفنا شروط أهل الحل والعقد في المرة الماضية، وعرفنا الحكم بالتقليد، الحكم بالغلبة، الحكم بالوراثة، كل هذه الأشياء فيه النهي. طيب المراجع في هذا كله عندك المحلل ابن حجر، عندك كتب الفقه للمذاهب الأربعة، عندك كتب العقيدة كلها، عندك كتاب الملل والنحل للسير الثاني، عندك كتاب النظريات السياسية لضياء الدين الريس عبقرية الإسلام، عندك كتب التوحيد كلها ترجع إليها تجد الكتاب، في كتب متخصصة من الكتب القديمة الأحكام السلطانية للمواردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى، ترجع إليها الكلام ده كل مدون فيها. طيب نيجي خطوة تانية، الحاكم بعد أن يحكم وأراد يجب عليه أن يولي الأمراء، يعني إيه؟ يولي على كل مرفق من مرافق الدولة إنسان، يعني مثلا المدرسة لها ناظر، المستشفى لها مدير، المؤسسة لها مدير أو رئيس مجلس إدارة، هذا كله مطلوب. ما الواجب في اختيار الأمراء أو العمال أو الولاة؟ كل هؤلاء يسمون أمراء، يسمون عمال عمالا، يسمون أيضا حكاما، سواء كان والي أو حاكم أو أمير أي اسم. ما الذي يشترط فيه؟ أولا يشترط فيه العدالة، لابد قبل أن يكون هذا الإنسان يكون بالغ وعاقل ويكون فيما يتصل بأمور الرجال رجلا، أما النساء في الأمور البسيطة يعني الممرضات يخلي رئيستها امرأة، الطبيبات رئيستهن برضو طبيبة امرأة، بشكل أمور النسوية تكون رئيستها امرأة، من جيس للأمور النسوية ونخلي الرئيس راجل، ومن جيس للأمور الرجالية ونخلي الرئيس امرأة، لأن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه ذل قوم ولوا أمرهم امرأة، ومعروف ان المرأة لها عواطفها وجوها مش عاوزين نتكلم عليه دلوقتي، لان الاسلام اعطاها من النعم والكرامة والحرية ما بعدت عنه لتبحث عن المتاعب والشقاء، والله تبحث هي عن المتاعب والشقاء، مع ان الذي اعطاها الاسلام هو كرامتها وعزتها ورحمتها. طيب هذا الوالي يشترط فيه العدالة، يعني ناظر المدرسة عادل، ضابط السلطة يجب يكون عادل، المدرس يجب يكون عادل لأنه متولي أمر التدريس للأولاد، المدير الشركة يكون عادل، الوزير يكون عادل، أي رئيس يكون عادل. العدالة معروفة إنه لا يكون مرتكب كبيرة ولا يكون مصر على صغيرة، يعني ترك الصلاة تعييته وليته في الإسلام أي منصب جريمة، ترك الزكاة
يبقى جريمة لأنه فاسق. وفسقوا بإسماع المسلمين لأن ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج مع القدرة الكبيرة من الكبائر. المرابي لا يجوز. الذي يعابث الناس لا يجوز. الإنسان إياه اللي هو مستهر بفجوره بين الناس لا يجوز. المستهتر. يعني إيه المستهتر؟ يعني الوسع اللي هو بيعيش في الأمة بأسلوب قدر. الناس تقول لك سيبك منه ده إنسان ساقط. الساقط ده يعتبر ساقط العدالة في الأمة. يبقى لا يجوز تولية. شوف انت لاحظ النقاط هذه. لما اجي انا النهاردة ألقي رئيس معاه رؤساء في بلاد عربية رؤساء لمعاهد دينية لا يصلون. ما يصلوش. لا في حاجة حلوة. قريبا في وزارة التربية جاءوا بمفتش عام للتربية الإسلامية. المفتش العام قال لهم أنا والله ما بصلي. وانا برضو كن مفتشا عاما للتربية الإسلامية. يعني ايه؟ يعني روح قل لهم بلاش صلاة. انا ما بعرفش في الدين حاجة ابدا. يقولوا برضو كن. يعني ايه؟ يعني روح قل لهم بلاش دين. ما هو معناها كده. واحد لا يعرف التربية الإسلامية ولا يصلي مثل الإمام اللي عينوه بعد ما خد الشهادة العالمية اللي زي الرسول. وبعدين عينوه أمام خطيب دخل يقول لمدير المساجد يا أستاذ والله ما بصلي ولا دخلت الجامع. حرام عليكم تعينوني إمام وخطيب. معقول الكلام؟ فإذا التولية يجب فيها العدالة نمرة واحد. ثانيا يجب فيها الكفاءة. ثالثا تراعى عدم رعاية المحسوبية والقرابة. طب نجيبها ازاي دي؟ تعال ده احنا عارفين كلمة كفاءة ومحسوبية خليهم جنب بعض. ليه؟ لما بتجيب واحد مثلا يعني كان اصلا مساعد المدير وعملناه مدير او كان مدير وعملناه وزير ايه اللي بيحصل غالبا؟ انه بيشوف الإنسان اللطيف الظريف اللي بيعرف يمسح جوخ. هل أنتوا فاكرين كلمة يمسح جوخ دي ولا لا؟ يعني اللي بيعرف يبلد برضه ما تعرفين البلد. يعني المنافق يعني الجماعة الهتيفة يعني برضه ما تعرفش لغاية دلوقتي. ما عملوش إذا خليكم ما تعرفوش. فالجماعة دولة يجب سرعة وعلشان يولى في منصب جديد حينقص درجة. والأسد الكبار اللي يا وجاه طلعنا عنهم في البحث وفي الكتب وفي القراءة وفي تقديم المذكرات والتقارير وبكل صدق وبكل إخلاص يروح آخر النهار يمسك الكتب يرميها كل الشبت جانب ولا صلاة ما فيش فايدة. ثبت ان النفاق هو الاصل وانه احسن هتاف يحيى الجهل ويسقط العلم وتسقط الكفاءة. اقسم بالله يا اخوة ان هذا الذي يسري 90% والله واكثر في الامة المسماة بالاسلام. ولا استثني ابدا اي بلد. ليه؟ لان احنا غالبا الشخصيات اللي بتيجي غالبا لا تكون اهلا للمنصب. فكيف يستر موقفه؟ يجيب المنافقين حواليه عشان يستروه. حضرتك جاي تتكلم ولا تعيد يا استاذ؟ ده الاستاذ يعرف كيف وكيف 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 وكيف. هو ما بيعرفش حاجة أبدا.
بتنكتب له الخطط وبتنكتب له المذكرات وبتنكتب له التقريرات، كل شيء بينكتب، ولما يروح يقرأه ما يعرفش يقرأ. ومع ذلك تطلع الدعايات تقريم زمان كان فرعون عمينه إله. مين اللي بينصف فرعون ويزكيه؟ كان هامان. كان هامان وزير الدعاية قايم بالشغل اياه ده، اظن انتوا عارفين. لما راح له قال له تحيل الجاموسه، قال له النهارده مش بتاع جاموس. قام راح له قال له امال، قال له بتعمل ايه؟ قام راح له واحد بمعزته قال له الاله خلص بقى. يعني ايه؟ يعني كان بيحلم ايه غير بتاع 12 بعد كده ما بيشتغلش الاله ده، استنى عليه بقى مره ثانيه خلص الشغل يعني. فتبقى نفس العمليه. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاه والسلام، شوف الروعه، يقول لما جاءه رجل يقول يا رسول الله متى الساعة؟ متى القيامة؟ القيامة قيامتين، في القيامة هي انقلاب اجتماعي وانقلاب أخلاقي تسود بسببه الدنيا في وجوه الناس وتضيق سبل الحياة، ويمر الإنسان على القبر فيقول لصاحبه ليتني مكانه، مما يرى من الظلم ومما يرى من العكس والجور ومن خراب الزمن. وقيامة الأخرى هي النفخ في الصور. فالقيامة الصغرى دي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة أو إيه الشيء اللي ضيعها؟ ففي كلمة صغيرة وضع النقط على الحروف، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. انتظر الساعة أيها. من هنا تأتي المشكلة. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسقط الأمر، لكن يقول عشان كلمة الأمانة دي، يقول عليه الصلاة والسلام من ولاه الله على عصابة، يعني الإمام العام أو الحاكم العام الذي ولاه الله على جماعة صلت أو كفرت، تولى عليهم يعني على العصابة اختار لهم، تولى عليهم من في العصابة، معنى الحديث من هو أرضى لله منه، ولى عليهم واحد يوجد في الجماعة إنسان يرضى الله إمارته ولا يرضى هذا الإنسان، فمن عمل ذلك فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. أخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام لأن جعل الحكم أمانة، فأخذها من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إيه اللي بيحصل؟ إن أنا لما أروح مثلا أنا عندي مدرسة، فرحت جبت ناظر لا يعرف من أمور الإدارة ولا من أمور العلم شيئا، ماذا سيحدث؟ اللي حيحدث أن مستوى المدرسة هينهار، وبالتالي يبقى أولاد الأمة هيضيعوا، وفي آخر العام تصدر الأوامر. النتيجة طلعت كام؟ النتيجة دي طلعة 30%، مش معقول. ما فيش واحد طالع من المدرسة إلا لما النتيجة تبقى 90%. من 30 لـ90 تطلع إزاي؟ تطلع وبس، والله العظيم، وطلعت وبس، وصلت 100% كمان. يا حلاوة، خد عندك بقى نتيجة 100% في المدرسة، ده معناها إن الأولاد دول طلعوا عباقرة. ولو قلت العيل الولد منهم
اقرأ الفاتحة اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول لك بالتحقيق. اما الصنع 100% ازاي؟ الاوامر 100% خلاص تطلع 100% نتيجة تبقى كده. اذا ليه هذا؟ لان احنا وسدنا الامر الى غير اهله. فشوف الاسلام كيف ينظر العدالة والكفاءة. طب الكفاءة ازاي؟ قال في الكفاءة في كل شيء بحسبه. اذا كانت الدار علمية يبقى عايزين كفاءة علمية. اذا كانت المعركة حربية يبقى عايزين كفاءة حربية. اذا كانت الكلية فنية عايزين الكفاءة فنية. وهكذا كل شيء له كفاءة تناسبه. وبالتالي نجد ان رب الاسرة الاستاذ رب الاسرة يعني الراجل رب الاسرة لابد يكون عنده كفاءة اسرية. طب ما عندوش هتدي مشكلة بقى. مين بقى يتدخل بين الراجل ومراته؟ الراجل ما تعرفش هو اللي حاكم ولا المرأة. والاولاد ما تعرفش ان كانوا خاضعين لابيهم او خاضعين لامهم. فالاسرة بتكون مشكلة اجتماعية ضخمة. اذا كان الاب غير صالح لرأس او كانت الام غير صالحة. طب يعمل انك هذا الخطأ اللي موجود في الاسرة المجتمع بيقومه. الولد بعد ما بيطلع بنوديه المدرسة بنبعثه في الاسلام يعني الى معاهد علمية تعلم الاصول الاسلامية. البنت لما بتيجي طلعة ما بنطلعهاش عريانة. امها ما بتطلعش عريانة. فيه اصول عامة بتحكم المجتمع. فاذا برز الاولاد الى المجتمع ومكوا فيه عرفوا ما جهلوه في اسرتهم. يبقى فيه تعويض. عشان كده الاسلام ما بيتدخلش كتير هنا مع انه بيقول ان الاب مسؤول والام مسؤولة امام الله. فاللي يعمل منهم شيء اللي يقصر في حق الاولاد يعذب بتقصيره. المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها والرجل راع ومسؤول عن رعيته. عرفنا الحكاية دي. طيب بناء على هذا ندرك ان الحكم او الامارة او المجموعة او اي تولية اسلامية مفروض فيها السمع والطاعة لمن هو تولى. ومفروض ان يكون الوالي مستوفيا للشروط. طيب دلوقتي احنا قلنا كل شيء له كفاءة. احنا طالعين الحديث بيقول اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم. طب لما يجي يؤمروا واحد منهم يختاروا مين؟ التي يختاروا الاسفل الاعلم بحقوق الاخوة والاحسن قياما بواجبات اخوانه والارحم بهم لان السفر عاوز كده. طيب افرض ان في مجموعة من الناس عايشين مع بعض في مكان وعاوزين يتعلموا الدين وعاوزين يعرفوا. عندنا مثلا شوية اولاد طلبة موجودين في مدارس واولاد طلبة موجودين في الكلية بيعملوا من نفسهم مجموعة تبتدوا تدرس الدين. فيختاروا واحدا منهم. هذا بيعتبر امرا قد يصل الى الوجوب. طب اذا اختاروه يختاروه من اي نوع؟ وشوفهم عاوزين ايه؟ هل هم محتاجون الى عمل اداري ام الى عمل علمي تربوي؟ فان احتاجوا الى عمل اداري فقط نختار انسانا اداريا. وان احتاجوا الى امر تربوي علمي لابد ان يختار انسان يصلح للعلم
وللتربية، يعني للتعليم وللتربية. طب إذا اخترت جاهلا لا يصلح للتربية، لا هو علم ولا هو تربية، فأنا خنت الله ورسوله وخنت المسلمين. وإذا أنا لم أختر إنسانا لكن قلت تعالى يا أخينا إيه والله اسمع أنا وليت عليك واحد اسمع وأطع له، هذا الواحد فين؟ مخفي، مخفي فين؟ تحت الأرض. كيف أسمع وأطيع لمن لا أعرف عنه ولا يصلح من أمر؟ ألك أنا حبلغك وما يدريني أنك صادق أو كذاب أو مبشر، ما يمكن الأوامر اللي جاياني منك اللي طبعتها وزارة الخير والسفارة الأمريكية أو السفارة الإنجليزية أو السفارة الروسية. ما هو مرة ضبط الواحد بيحكي لي أنا إن خطيب كان بيخطب فبيسمعوا كلامه جديد، وبعدين تبع ظهر لهم بعد كده إن الخطيب كل خطاباته بيقرأ كتب أو كتاب كارل ماركس ويشتغل منه. ولما بقول من أخطب له العقيدة بتاعته شيوعية بحتة، يعني عليهم يعيدوا كل الصلاة اللي صلوها وراء الشيوعي ده. المسألة إذن خطيرة، ما هي بسيطة، ده احنا بنفتش ونعرف ونقول للوالي او الامير اصبت واخطا. الدين النصيحة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاذا كنا نحيا مع بعضنا كجماعة وبعضنا لا يرى الآخر ولا يعرف من أمره شيئا، وقياداتنا لا ترى ولا يعرف من أمرها شيء، أو قياداتنا لا توافق الدور الذي يجب علينا، فإن كان دورا علميا تربويا هي لا تصلح لا لعلم ولا تربية، وإن كان دورا إداريا هي لا تصلح للإدارة، وإن جاء دور حربي هي لا تصلح للحرب. يبقى احنا بنعيب على الناس وتورطنا وقعنا واحنا حاطين فوق راسنا تيجان كبيره وفاهمين ان احنا الاسلام كله عندنا ومن لم يتبعنا يبقى كافر، واحنا نفسنا جهلاء بالواجب علينا. يا اخوه، هذا الذي اقوله مكتور في الكتب، فمن لم يقتنع فليقرأ، ومن لم يقرأ فليعترف بجهله، ومن يكابر فليرح الناس من غشمه وظلمه. مسألة مش محتاجة إلى أكثر من كده، كفاية كفاية كفاية. إحنا واقفين كلنا واقفين، طب نتحرك، واللي بيتحركوا بإخلاص قليل، عددهم قليل، وشباب مظلوم في المجتمع وفعلا بيعيش غريب. ربنا يوفق وينصر ويعز كل من اخلص لدينه واتخذ طريق الحق سبيلا له. طيب يا سيدي، كيف نرجع لمرحله معينه في الجماعه اللي اتكلموا عن الحكم الاسلامي؟ قال اسمعوا، فيه واجبات على الامه الاسلاميه يجب ان تقوم بها، افرض ان الحكام نفسهم اهملوها، يجب على الامه ان تعتني بها وتذكر الحكام بها. هذه الامور اسمها فرائض كفائيه، فرض كفايه على الامه وفرض كفايه على الحاكم. فرض كفايه يعني ايه؟ إذا قام به الحاكم سقط عن الأمة، إذا قام به الأمة أي مجموعة من الأمة سقط عن الجميع. من هذه الفروض الكفائية احنا عارفين القضاء فرض كفاية، نصرة المظلومين فرض كفاية، الحرص على عقيدة الإسلام فرض كفاية، تعليم الناس الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. أنا عايز أقف عن جديد، وبرضو أنا من طبيعتي أكشف الحقائق. أنا النهاردة إيه اللي بيأخذوني؟ أنا عندي عدة مشكلات بالنسبة لفهم الدين
المشكلة الأولى أن الكتاب الذي يفهم شبابنا الدين ويعرفه به ويضع يده على كلام الأعداء ويرد عليهم، هذا الكتاب لا يحتميه إلا الخوارج. له موجود في وزارة التربية، ولا هو موجود في الجامعة، ولا هو موجود في الجو العام، وما هو موجود في الجو الخاص. إذن شبابنا، بناتنا، جميع الأجيال التي نشأت في جو الشيوعية وفي جو الإباحية وفي جو الإلحاد، في العموم لا يعرفون كيف يردون على الأعداء، لا يعرف كيف يرد على نظرية داروين، ولا يعرف كيف يرد على نظرية فرويد، ولا يعرف كيف يرد على نظرية داركين، ولا يعرف كيف يرد على تكريسات كارل ماركس، ولا يعرف كيف يرد على المجرم كارتر الوجود اللي جه لبخ الدنيا ومشي، ولا يعرف كيف يرد على الانحرافات التي يقوم بها بعض المسلمين مثل التخريف الصوفي حين تخرف الصوفية، ومثل التخريف الآخر الذي يقع في كثير من المسلمين. هل هذا كله عندما له علماء يدرسونه، عندما له أساتذة يتكلمون به في المدارس، عندما له متخصصون يكتبون ويردون وينشر كتاباتهم في المجلات وفي الجرائد؟ لا. إذن وهذا إعلان والكتب موجودة، الأمة تصنع جريمة منكرة تقضي على دينها وأخلاقها ومقوماتها حين تهمل هذا الجانب الخطير من حياتها. موجود شباب يدرس هذا، لكن شباب قليل العدد ومحصور. ولذلك ايه اللي بينكسر؟ الجريمة بتنكسر وبتنكسر اكثر، وما دامت الجريمة بتنكسر اكثر واساليب تربية معينة ومخططة، يبقى علمائنا خطبائنا بيعملوا ايه؟ انا معايا مثلا بيجيني في اي وزارة فيها وعاه، فيها خطباء، فيها علماء. انا لا اتكلم الا عن العلماء، ماذا يقولون الوزارات المسؤولة عن الدين؟ لا توجد كما قلت سنة 73، لا توجد وزارة واحدة عندها تخطيط للدين للرد على أعداء الدين، ولا توجد عندها دراسات لهذه الموضوعات. وبناء عليه يصبح الوعي أكل إيه؟ الدروس أكل إيه؟ الخطب أكل إيه؟ الوعظ نوع من التخدير، الدروس نوع من الكسل والخمول، وكذلك تصبح حياتنا الدينية نوعا من النقد والجدل. والله العظيم أنا أؤمن أن الحياة المسمى بالدينية رسميا هي في رأيي نوع من النقد والجدل، لأن الذي يملك القوة المالية ويملك الرجال ويملك عرق الآخرين، عرقي وعرقه، يملكون ذلك كمال في أيديهم وعندهم المعاهد، ويستطيعون أن ينشئوا المعاهد ينشئوها وأن يقوموا الكلية ثم لم يفعلوا من أجل الإسلام، فإن الكافر على الباطل سيطان أصلا. وأنا كما قلت، الذي يرى غريقا فلا ينكر ينكسر
وهو راض بنصره ويقدر على منعه فهو كافر كافر كافر. احنا بنلوم الدولة كلها ليه؟ ليه ما نلومش الدقون؟ ليه ما نلومش العلماء؟ ليه ما نلومش المسؤولين عن الاسلام؟ فين؟ فين الاسلام؟ ده احنا بنبحث نجد الاموال التي تنفق على الاسلام باهظة وكثيرة جدا، ولكن كلهم يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. اما الخيام فانها كخيامهم، وارى نساء الحي غير نسائه. اذا هذا فرض نعمله، يجب علينا ان نعمله. كيف نعمله؟ نقوم به. بيعجبنا كثير، موجود مجموعة من الشباب بتدرس الآن مثلا سبل السلام، كان في مجموعات بتدرس هنا في المسجد تفسير وحديث وتاريخ إسلامي وفقه علشان تتثقف في دين. ليه؟ علشان يقوموا بدورهم. هذا الشباب اليوم بيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل واحد بيجمع مجموعة ياخدها من المنكرات. اللي تارك الصلاة بيجيبه يخليه يصلي، اللي بيشرب خمرة بيجيبه يمنعه من شرب الخمرة، بيقوم بدورهم. دول جايين من مين؟ جايين من تقوى الله. دول بتوع مين؟ دول بتوع محمد صلى الله عليه وسلم، في مدرسة النبي محمد. دول دخلوا أي معهد ديني ولا معهد وينك، لو دخلوا لفسدوا. إذن يجب اسمعنا بنضع النقط على الحروف في أمور أخرى، لن نترك هذه الموضوعات الخطيرة اللي احنا بنعيشها. انتوا كلكم بتسمعوا خطب، كلكم بتصلوا في مساجد، ايه اللي سمعناه جديد؟ طيب احنا هنسمع احتفالات كثيرة، احتفال بالإسراء والمعراج، واحتفال بمولد النبي، واحتفال بالهجرة، واحتفالات في كل البلاد الإسلامية، لأن أنا بتكلم على مستوى كل البلاد. إيه اللي بيحصل من ناحية الفتن الإسلامي في أي احتفال؟ إيه اللي بيحصل من ناحية طلب التغيير في أي احتفال؟ زي نحن ما في شيء بيحصل. إذن هذا إذا إحنا أوصلنا هذا دعنا نجد. إذا تعليم الأمة فرض. وأنا قلت يا أخوة إن الدور اللي ماشي النهاردة هو الفصل، وده موجود في كتاب السلوك الاجتماعي المقدمة بتاعته، قلت الفصل بين الإنسان المسلم وبين الجيل الجديد. قلت هذا الفصل مقصود، علامة الفصل ده انك بتجد المظاهر اللي هي نتيجته في المجتمع. البنت الكويتية ماشية جنب امها لابسة عباءة محتشمة في منتهى حسن الخلق والدين، والبنت جنبها لابسة ميكروجية، لابسة ميكروجية وكل شيء فيها باين. البنت بتمثل جيل والام بتمثل جيل، البنت بتمثل فكرة والام بتمثل فكرة. كل اولادنا بالشكل ده، احنا مؤمنين بالاسلام وبالله وبالرسل، موجود جيل في المدارس النهاردة وجيل اتخرج وموجود في الوظائف لا يؤمن لا بالله ولا بالرسل ولا بالكتب ولا بأي شيء مقدس. إذن هذا الجيل موجود. طيب بتعمل ايه المؤسسات الإسلامية؟ ايه المطلوب منا؟ لابد نعرف ان كل شيء يجب ان يسخر للعلم وللتعليم، كل شيء يجب أن يسخر لإنقاذ هذا الشباب. كل شيء، المجلة، الجريدة، الخطبة، الدرس،
الموعظة كله يجب يكون جديد جديد جديد، بحيث باستمرار نقول حاجة جديدة في الإسلام. اللي يطالع المجلة يطالع الجريدة، لو كنا بنطلعها جريدة إسلامية يبقى باستمرار أنا بجيب له جديد. أنا ممكن أستعمل المجلة في إظهار العيوب، لكن إظهار العيوب فقط ما هو كفاية، لأن القرآن بيبين الأخطاء ويبني الإنسان، والبناء هو الأهم. فلا بد نجعل البناء موجود. ثم لما أجي أبني ما استغلت فلسفة، لأن الجيل الجديد لا يريد فلسفة، يريد بساطة فهم دين، يريد البساطة، البساطة في الفهم علشان يفهم دينه. يبقى إذا نحن أيها الإخوة مفروض على الأمة الجهاد، مفروض عليها فرض كفاية، يعني مفروض عليها حفظ الدين، مفروض عليها تعليم الجيل، مفروض عليها المحافظة على العقيدة، مفروض عليها التعمير والإنشاء، مفروض عليها إعداد السلاح وتكوين الجيش القوي، مفروض عليها المحافظة على الثغور حتى لا تحتل بلادنا، مفروض عليها التكافل الاجتماعي بحيث لا يبقى فقير ولا محروم في الأمة إلا وتصله يد المعونة والمساعدة. هذه كلها أمور مفروضة على الأمة شرطا كفائيا، حتى لو لم يقم به الحاكم واستطاعت أية مجموعة أن تقوم به فرض عليها القيام به. فإذا لم يقم به إنسان فجميع الأمة ولو كان عددهم 1,000,000,000 آثمون، مجرمون، مذنبون، بعيدون عن الحق، متردون في كل رذيلة تظهر في المجتمع. وأنا أقولها لأختم المقالة في هذا الموضوع، ما من فاحشة وما من منكر وما من جريمة في الأمة إلا وهي واقفة فوق رؤوسكم جميعا وأنتم شركاء فيها، لأنكم تستطيعون أن تغيروا في ألسنتكم، وتغيروا في بيوتكم، وتغيروا نساءكم، وتغيروا في حياتكم. والله أنتم وبعددكم المتكاثر لو غيرتم حياتكم من الرذيلة إلى الكفيلة، ومن الجدل والسفسطة إلى العمل المنتج، ومن الحياة الضائعة إلى الحياة التكوينية التربوية السليمة، وكانت الأمة أمرها غير ما هي عليه الآن. لكننا صرنا أصحاب طرف في الكلمة، وأصحاب طرف في التفكير، وأصحاب نزول في الحياة، حتى ولو وضعت على رؤوسنا العمائم، حتى وإن تدلت اللحى. إننا نرتكب الجريمة في حق الأمة إن كنا أطباء، فقد تركنا المرضى يحفظهم المرض، وإن كنا حكماء، فقد تركنا الجهلاء يقتلهم الجهل، وإن كنا أحياء فإننا نرتكب جريمة لأننا لم نمد يدنا لإنقاذ من نخشى عليه الموت. أيها الناس، ليس الإسلام فكرة فلسفية، وليس الإسلام موعظة طرفية، وليس الإسلام مظاهرا سفاحية، وليس الإسلام لافتات خرافية، إنما الإسلام فهم وفقه وإيمان عميق وعمل دائب لكل فرد. المسلمون الأولون أقاموا الإسلام بشخصياتهم وبعلمهم وبعملهم، نشروه في العالم كله، لم ينتصر بالسلاح ولا بالقوة، لا إكراه في الدين، إنما انتصر بالإيمان وبالعمل وبالخلق وبالدعوة إلى الله. ونحن وإن كثرنا فالفساد ينتصر بل ويحيط بنا، لأننا نتقوقع ونتقوقع ونتقوقع ونعيش في الكذب وفي النفاق وفي البعد عن الحقائق. أقولها وقد أخرجتها من نفسي وألقيتها في على رؤوسكم لتتحمل التبعة أمام الله. لا تنظروا إلى الغير نظرة المتشنج، لا تنظروا إلى الغير نظرة الاحتقار والإزراء، لا تنظروا إلى الغير نظرة المتعالي المستكبر. انزلوا إلى الشعب
ارحموه، علموه، انقذوه يا من تدعون الاسلام. واخشى ان اقول والاسلام يحاسبكم الى الله انكم لم تكونوا على مستوى الاسلام. اسال الله ان يوفقنا واياكم ما يحبه ويرضاه، وشكرا لكم. وانتهت المحاضرات في الحكم الاسلامي او في الجوانب السياسيه على قدر ما تسمح به الظروف الموجوده. الواحد يقول له اتكلم في الاسبوع الماضي بقول له انها مش معايا في اخر كده يظهر فيه منها كتله فاتلفها ما بقى. الاسئله، السؤال بيقول هل النار الجنه والنار موجودتان الان ام يخلقهما الله يوم القيامه؟ الراجح انهما موجودتان الان، وهذا الذي نطق به القران في قوله تعالى في الجنه اعدت للمتقين، وفي قوله تعالى في النار اعدت للكافرين، وفي مثل قوله تعالى بالنسبة لقوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى آخره. والأحاديث الكثيرة في هذا تثبت ذلك. بعدين هنا بيقول سؤال ثاني، كيف كان التناسل والتكاثر من عليه السلام مع أن التحريم من الزواج بالأخت أمر محرم من الله قديما وحديثا؟ غلطان أنت، هو حديثا أيضا، اما قديما فكان كل اخت بيتزوج اخته، بس كان الاخت من البطن الاولى، يعني كانت حواء بتلد في كل بطن ذكرا وانثى، فكان الذكر والانثى اللي في البطن الاولى يتزوجوا من اللي في البطن الثانيه، وده سبب مشكله قصه ابن ادم قابيل وهابيل المذكوره في سوره المائده، واتل عليهم نبا ابن ادم بالحق. ما رأيكم في ركعتين السنة يوم الجمعة حول ما يقال إنها بدعة وأنه لا يوجد سنة ليوم الجمعة؟ هو فعلا ما فيه سنة قبلية، يعني سنة قبل الجمعة ماشي، لم يرد ذلك في أي دليل، وبالعكس فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لا سنة قبلية يوم الجمعة، ما فيه سنة قبل الجمعة، لأن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصعد المنبر فإذا صعد أذن بلال، فإذا انتهى من الأذان خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. فمتى تكون الصلاة؟ لكن لما أحدثوا أذان أول وبعدها أذان ثاني، فبعض المتأخرين من العلماء قالوا ما دام فيه أذانين يبقى الناس يصلوا لا شيء عليهم، أفضل من حديث بين كل أذانين صلاة. واضح جاء في تعتبر شبهة، لكن من يصلي ركعتين قبل الجمعة يقول له ان صلاتك حرام، ما يقول له ان صلاتك دي ينهاك عنها، لا، بس نقول له لا تعترف بها انها سنة، انما على اساس انها صلاة هياخد ثوابها ان شاء الله، لان في شبهة للقائلين بذلك. وبعدين اذان يوم الجمعه كان يوم الرسول عليه الصلاه والسلام واحد لاثنين، هو سيدنا عثمان عملهم اذانين يا ابني، بس هم دلوقتي عثمان كان عامل اذان عند المسجد واذان في السوق، فاحنا عملنا دلوقتي الاذانين ورا بعض وفي قلب الجامع وبدون فائده، فالاذان الثاني موجود الان في المسجد يعتبر بدعه بدعه بدعه، مكروهه مكروهه مكروهه، وفي كتب موجوده في ذلك كثيره، تقرأ الإبداع للشيخ علي محفوظ وده كان بيدرس في قسم الوعظ والإرشاد بكلية أصول الدين وأقره مجلس الأزهر الأعلى، تقرأ كتاب ابن أبي سامة، تقرأ كتاب إصلاح المساجد، تقرأ رسالة المسجد، عندك كل ده في الكلام. بعدين أذان يوم الجمعة، من هو خال الرسول؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. فألم يسمح قائلا إذا كانت الأمة تنكح بغير المرسل معروف الزواج العادي، فما الفرق بين هذا وزواج المتعة؟ ما أنت لم ولا هو فهمين العملية. الأمة برضه لما بتزوج زواجا تزوج كما تزوج الحرة تماما. أرجو الإيضاح بالنسبة لحبوب منها الحمل،
حرام ولا حلال؟ انا قلت ليس حراما، لا يوجد اي دليل على التحريم، خصوصا اذا كانت الحبوب مطلوبه، لان امراه ضعيفه، لان امراه مريضه، لان واحد عياله كثيرون، هتقول للرزق على الله. اقول لك ومع ذلك العلماء اتكلموا في هذا، وخير من كتب في هذا الامام الشوكاني في تفسيره فتح القدير عند تفسير سورة النساء في أولها. فمن حب يرجع الموضوع ده يقرأ هناك، هيجد الكلام ده موجود فيه. ما الفرق بين البدعة والاجتهاد؟ البدعة انت بتحدثها في الدين، الاجتهاد عبارة عن العلماء بيفكروا في أمور، في أمر حدث ولم يحصل مثله فيما سبق، يقوم يفكر فيه العالم عشان يقيس الجديد، يقيسه على الأمر القديم اللي موجود، فيقيس ما حدث على ما سبق، حتى إذا وجد بين الاثنين ارتباط يقوم يطلع حكم الشرع. يعني مثلا دلوقتي الخمر حرام، علة تحريمها ايه؟ الإسكار. إيه رأيك فيها؟ قال تعالى البيرة بتسكر أم لا تسكر؟ قالوا إذا شرب الكثير منها أسكرت. عظيم، علة الإسكار وجدت في البيرة، فالبيرة تحرم وتعتبر خمرا في الحكم. يعني ليه؟ لأن الإسكار موجود فيها. فالاجتهاد عمل العلماء المشروع الذي يبني الحديث على القديم. أما البدعة فبتكون الأدلة أمامه، يترك الأدلة والدين اللي موجود ويعمل له دين جديد. عرفت الفرق ده؟ بعدين بعد يقول التقيت ببعض الإخوة الذين كانوا يحضرون معنا المحاضرات، أعلنوا أنه ينتمي إلى ما يسمى بالمذهب الواحد ويهاجم ساعات في المجال، كما أن يقول بأن الصوفيين جماعة كفرة لأنهم يستندون على علمهم من الشيطان. الحقيقة أنا أرجوكم يا إخوة اللي اشترى كتاب السلوك الاجتماعي يقرأ المقدمة بتاعتي.